السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع فيديو جديد هنشوف فيه إزاي نستغل بواقي سلك الكهرباء نعمل بيها خاتم جميل. نقطع السلك بأي زرادية أو بنسة عندنا في البيت، هنيجي بكتر وهنقشر السلك بالشكل ده. استعمل ورق صنفرة، ورق صنفرة بتاع خشب. طبعا السلك ده نحاس بس طالع شكله مطوس كده وغامق، احنا هنلمعه بورق الصنفرة. هنعمل دلوقتي نوعين من الخواتم. النوع الاول هنستخدم له قطعتين نحاس، هنجدلهم مع بعض. بعد ما وصلنا لهنا هيبدأ طبعا عشان دول قطعتين هيبدأ يبقى ايه نحاس جامد شوية. هنمسكه ببنستين مع بعض ونكمل عملية الجدل بتاعنا. هيطلعوا معانا بالشكل ده. هنجيب شاكوشين، واحد هنستخدمه ندق عليه والتاني هندق بيه، ده هيكون بالشكل ده زي ما احنا شايفين. النحاس معانا بقى بالشكل ده، بقى شكله اجمل. دلوقتي هنيجي على الحروف، الزيادات اللي بالحروف دي مش عايزينها. هنيجي على الحروف دي ونموتها بالمقط. احنا شايفين كده شكلها بقى اجمل كتير. الخطوة اللي بعد كده بقى هنبدأ نلف النحاس بتاعنا عشان ياخد شكل الخاتم. ممكن نستخدم قطعة خشب زي كده لو عندنا، لو ما عندناش ممكن اي حاجة من المطبخ. يعني دي قشرة بطاطس، هنيجي هنا وبالراحة كده ونلف عليها ايه النحاس عشان ياخد الشكل المدور بتاع الصباع. محتاجنا ان احنا ندق بسيط، هندق عليها بالراحة كده عشان تاخد الشكل بتاعنا. يعني لغاية الخطوة دي ممكن أي حد يوقف ويستخدمه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. لما احنا طبعا هنكمل وهوريكم دلوقتي هنعمله ازاي مع بعض. أي حاجة عندك في البيت مش محتاجها أو مش محتاجاها تقدر تستخدمها. يعني أنا هبدأ بالقطعة بتاعت السبحة دي، هي والقطعة دي يا جماعة دي قطعة بورسلين. في الفيديو نشر في القناة من كام يوم عن عمل اكسسوار من الأطباق البورسلين اللي بتتكسر عندنا في البيت، شرحنا فيه ازاي بنقطع الأطباق البورسلين عشان نجهزها وتبقى اكسسوار. وهبقى اسيب لكم الرابط بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف عشان تشوفوه وتعرفوا ازاي انا قطعت الحتة دي وازاي صنفرت الحروف بتاعتها انها تكون فص للخاتم بالشكل ده. دلوقتي بالصنفرة بتاعتنا هاخد القطعة دي بالصنفرة شوية عشان يبقى لها ايه قاعدة والارتفاع بتاعها يخف شوية. هو ممكن تتلزق كده عادي لكن انا بفضل كده. يعني هنبدأ صنفرها من هنا. ممكن نستخدم شوية مية عشان تسهل عملية الصنفرة معانا، طبعا مهم اوي. كده خلصنا الصنفرة زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنجهز قطعة النحاس التانية. في ناس بتحب تستخدم النحاس وهو مدور زي ما هو كده، بس انا الحقيقة بشوف انه هو النحاس لما بيتدق عليه بيتطرق عليه ويتبطط بيبقى اجمل وافضل في الاستخدام. القطعة بقت جاهزة، برضه هنعمل الحروف بتاعتنا بالمبرد زي اللي فاتت بالظبط. دلوقتي بعد ما خلصنا القطعة وظبطنا الحروف بتاعتها بقى ده شكلها معانا، هنعمل فيها زي ما عملنا برضه في القطعة اللي فاتت، هنلفها.
بالنسبة للمقاس، أي حد يلاقي مثلا القطعة أكبر من صباعه ممكن يجي من هنا ويروح جاي بالبنسة وداخل كده ويروح قاصص دول، هقص الاتنين يعني أجي في نص الاتنين هنا زيادة وأروح قاصصها. طبعا هتحتاج إن احنا نصنفر الحروف تاني، مش مشكلة، بس نظبط المقاس بتاعنا على ايدنا يعني عشان يبقى مظبوط معانا. كده هو مظبوط قوي. يعني طبعا هنقول في ناس بتحب تستخدم القطعة زي ما هي كده، طبعا كل واحد حر، بس احنا هنكمل الفيديو بتاعنا عشان كل واحد يشوف الشرح للاخر ويختار اللي يناسبه. خلاص كده ضبطناه، انا عملتها بالمبرد تاني عشان اظبط الحروف. هو الحقيقة الخطوة بتاعت المقاس وقص الزيادة دي كان المفروض نعملها قبل ما نشتغل بالمبرد عشان نشتغلش بالمبرد مرتين. دلوقتي احنا جاهزين، احنا نستخدم دلوقتي في لزق الفصوص دي الامير. لزق الامير طبعا كلنا عارفينه، سعره رخيص يعني الواحدة تقريبا بجنيه ونص او باتنين جنيه مصري. هنيجي في الخاتم الاول كده، يعني الجزء اللي هنلزق عليه، نحط الفص بتاعنا يبقى بالشكل ده، وهنسيبه لغاية ما يجف خالص. الخاتم التاني برضو نفس الشيء، هنسيبهم يجفوا وبعدين هنرجع لكم تاني. رجعنا دلوقتي بعد ما نشفوا خلاص وجف اللزق، دلوقتي ده شكلهم. طبعا لابسهم في صوابع يا جماعة عشان تشوفوا بس الشكل عامل ازاي، لكن دي خواتم حريمي طبعا مش رجالي، بس انا لبستهم في الصوابع عشان تشوفوا شكلهم بس مش اكتر. ده شكلهم كده. دلوقتي هيتبقى لنا خطوة واحدة ممكن نعملها وممكن ما نعملهاش حسب رغبة كل واحد. بالنسبة للخرزة اللي عملناها فصل الخاتم ده، هي طبعا مفتوحة من ناحيتين، لو اي حد عايز يسيبها مفتوحة كده ما عندوش مشكلة فيها خلاص اوكي هيسيبها زي ما هي. لو حد عنده مشكلة في الموضوع ده هنقفلها دلوقتي مع بعض وهوريكم بتتقفل ازاي وبايه. دي بودرة تلك بتاعت الاطفال، وده لزق الامير اللي اشتغلنا بيه. نعمل منه عجينة عشان نقفل بيها الخرزة، مفيش مشاكل بالنسبة لنا فيها. الخطوة دي كان ممكن نعملها قبل ما نلزق الخاتم أساسا ولا نلزق الفص بتاعه، لكن عادي يعني حتى لو نسينا زي ما أنا نسيت كده ممكن إيه نعملها في الآخر. العجينة دي طبعا بتجف بسرعة، كمان بودرة التلج يعني مادة شبه شفافة. كده هنسيبها لغاية ما تجف تماما ونرجع تاني نشوف شكلها بقى ايه. خلاص دلوقتي يا جماعة العجينة جفت، عملت لها مس كده بلون خفيف ذهبي قبل اللزق الامير ما يخف وينشف، وبقت مقبوله انها ماشيه مع لون الخاتم النحاس ومع لون التجزيعات النحاسي اللي في الخاتم نفسه اللي في الفص اللي حطيناه. كده دول القطعتين بتوعنا. ما ننساش كلنا نعمل لايك للفيديو اذا عجبنا طبعا، ونعمل شير للفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي عشان تدعموا القناه ونقدر نوصل لأكبر عدد من الناس تشوف الفيديوهات بتاعتنا. لازم يا جماعة كلنا ندعم القناة دي عشان نقدر نكبر بيكم وليكم إن شاء الله. في أمان الله.